ما رأيك باستثمار تجاري عند عقدة 3 خطوط مترو في إسطنبول؟ ويتوقع أن يمر بها ما يصل إلى 1,000,000 شخص يومياً. محلات ميدان لاكسيرا، مول مفتوح متكامل الخدمات على شارع حيوي بين تزاحم العلامات التجارية، فالرزق عند تزاحم الأقدام. المحلات في منطقة محمود باي الحيوية بجانب طريقي تيم وباسن إكسبرس السريعين، ليصلك العملاء والموردون بسهولة من كافة أرجاء إسطنبول. كل الشقق بيعت بالمشروع، تملك المحل هنا فرصة. محلات ميدان لاكسيرا، استثمر بذكاء واحصل على الجنسية التركية فوراً.